انت شوف اللي غيشعلوا الفلان ديالهم بحال هكا. شوف صافي ماشي بلاتي لازلنا معكم على المباشر وفي الزغاريت وفي الصلاة والسلام. تلميذة بلكوشي حاصل على أعلى معدل وطنيا بنقطة 19.62 كيحتفل صحابها بالإقلام كيفما كتابعوا معنا على المباشر. سلام لا هذيك إذا على المباشر فرحة العائلة ديال التلميذة أميرة بلكوشي اللي جابت أعلى معدل وطنيا 19.62. صحابها كيف ما سمعتوا معنا وكيف ما شفتوا معنا كيحتفلوا بالإقلام هنا من قلب المنزل أو من قلب سطح منزل عائلة التلميذة. الأحباب ديالها، الأصدقاء ديالها، العائلة ديالها، كلشي فرحان بها. صافي على بركة الله. إذا مرة أخرى ألف مبروك. صافي مبروك إلى الجميع وواحد موفق للمستدركين بالتوفيق للدراري اللي ما استطاعوش أنهم ينجحوا إن شاء الله السنة المقبلة بإذن الله يرجعوا أقوى. وهادشي اللي شفتوا معنا حاولنا نقربوكم من الصورة كما العادة. التلميذة بلكوشي حاصل على أعلى معدل وطنية وأعلى معدل عفوا وطنيا بنقطة 19.62 كيحتفلوا بها أصحابها بالإقلام كيف ما تباشروا معنا على